كديري، لاباس عليكم؟ اموركم هانيين؟ اش كتعودوا؟ بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي، وبطوال العمر ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه. اليوم غنقدم لكم هذه الجلبه اللي هي ماشي جديده عندي، هذه السواقه في المحل كنت لبستها انا في واحد الفيديو قبل، مقبولة تبارك الله وعليها الطلب، كتجي غزالة في اللبسة، راه شتوني لابساها، كتجي هماوية البنات هانتوما كيما كتشوفو، غزالة غزالة في الكحل والنحاسي، كتجي واعرة 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 بالصحة لمولاتها. هانتوما البنات كتجي غزالة غزالة. وما تنساونيش البنات ملي يجي مولي لايك، وملي مابونيش عندي يدير ابوني ويشاركني علاش لا مع الناس اللي عزاز عليه. واسمحوا لي صوتي شويه عيان حنت مريضه البنات، ولكن جلال بغا يخرجوا ضروري غنصورهم، واخا راني عيانه عيانه بزاف. كاينه البنات الجلبه الاورانج جات غزاله غزاله، هانتوما البنات جات فنه، فيها هاد الكميمات مرتبط فيها الموديل في الكميمات، فادر شي ما في الكميمات بالموزونه وبالمهرس رقيق، الموزونه بالمارو والنحاسي البنات، وكاينه في القب هانتوما، ها هي في القب قبيب جات غزاله هانتوما جات واعره واعره، بغيت نبينها مع شاده بيض مبغاش تصاوب. هانتوما شتوها كي جات، جات غزالة كتجي واعرة البنات، شتا شادة القبيب كامل. والجنيبات والكميمات هانتوما جات غزالة 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 غزالة. هو اللون راه ماشي هو هذا، بغيتي نشوف هذا هو لونها، كنقولها ونكررها البنات سمحي لي راه فمي متنقدرش نهضر، ولكن ضروري نصور بالافتحات هما بالعقيقات والكميمات. كاينه البنات هاد الجلبه جات غزاله وانيقه في الكرونوت نبات تخنا العقيقات في الكحل، جات غزاله غزاله نص طوق خفيفه، وفي نفس الوقت جات غزاله نبات والعقيق الزمرد البنات نص طوق، دخلنا ليها شويه ديال قطان ديال النحاسي مخدومه بالنحاسي البنات، يا راه كرونا فونسي تصوير ما عطاش حقها حيت كاينه الشمس، جات غزاله غزاله الله يدخلها على مولاتها بالصحه والسلامه ان شاء الله. كاين هاد الجلبه البنات جات غزاله غزاله هانتوما كيما كتشوفوا، نفس الجلابه اللي حداها هي جلابه مخدومه بالعقيق المهرس لتحت، هذه مخدومه بالطريس ناتع وينات هانتوما، جات فنيونه الزواقه في الكميمات البنات كي جات، ها هو اللون ديالها دابا، عطى اللون ديالها الاصلي هو هذا هانتوما، الزواقه في التحت دابا شتي في الشعر كيعطيني اخر هانتوما باش نشوف، هذا لونها الاصلي جات غزاله غزاله البنات، راقي وسامبل جات زوينه درشمه ديال العقرب كيقولها لها العقرب، جات زوينه كنتمنى تعجبكم البنات. ها الشكل الاخر بالعقيق شتو هانتوما، هذا لونها. سمحوا لي على الهضره، راه قلت لكم البنات راني مريضه ما قادراش نهضر، غير كان الحوايج كيخرجوا دابا العيد كنصور لكم، المهم سمحوا لي وصافي. نتمنى البنات هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وينال الرضا ديالكم والقبول ديالكم، وكما العاده كنتمنى نكون خفيفه خفيفه على القلوب ديالكم ما نكونش ثقيله، وكنتمنى هذا الشيء يعجبكم، ومرحبا بكم عندي ان شاء الله، وان شاء الله الجديد الجديد الجديد، دابا حوايج العيد ان شاء الله راه كاين الجديد كاين الجديد، انتظروني في الفيديوهات ان شاء الله الاخرين كاين ما يتشاف ان شاء الله.